هم مصدر إلهامي وثباتي. يعني كابتن كلمة للجمهور. شو اقول للجمهور؟ الجمهور شيخ ويش اقول عليه؟ ما يفي بحقه. هم والله هم مصدر الهامي وثباتي يعني واخواني في عملنا المستقبلي وهدفنا وهمنا الوحيد انه شلون نسعدهم ونفرحهم ونحقق امنياتهم وامنياتنا بان يكون تكون كرة القدم في المقدمة وأن يتأهل منتخبنا إن شاء الله إلى نهاية كأس العالم. ثق واعتقد كابتن الجمهور العراقي كله داعمك ودعم المنتخب الوطني، إن أنت ماشي بالطريق الصحيح. الحمد ولا لله. يعرف الجمهور أنه عدنان درجان ماشي بطريق خطأ لا يتصدوا لك، وتعرف الجمهور العراقي جمهور واعي، وإحنا نعرف أنه عدنان درجان والكباتن أعضاء المكتب التنفيذي ماشي بالطريق الصحيح، فإحنا كنا خلفك وداعمين لك إن شاء الله كابتن عدنان. ربي يحفظكم ويسلمكم، شكرا لكم وشكرا لهم. حياك الله كابتن، شكرا جزيلا. اسلام عليكم.